لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت مش هتصدق لو قلتلك ان أسرة الوزير الجزائري السابق احمد ويحيى لقيت في دلابه مفاجأة هزتهم وابكتهم، كتبها قبل وفاته وقال مصدر مقرب من اسرته ان كان بداخل دولابه صندوق وكان مغلق، وعندما فتحناها انصدمنا، كان بداخل الصندوق ورقة كبيرة جدا مكتوب بداخلها انا عارف نفسي هموت وربنا يسامحني على كل اللي عملته غلط، واطلب من الشعب الجزائري السماح لو كنت غلطت في حقهم، والثورة بتاعتي هتتوزع على كل الشعب الجزائري وعلى الفقراء فقط. وانا بقول الكلام ده لان حسيت بغلطي فعلا، وطبعا المسامح كريم سامحوني، وانا عارف ان الشعب الجزائري قلبه طيب وهيسامحني، وهرجع تاني واكتب سامحوني لان حاسس ان هموت ومش عايز حد يكرهني علشان ارتاح بعد ما اموت في قبري، لان انا مصاب بمرض السرطان وتعرضت لسكتة قلبية قبل كده، ولكن الحمد لله سترت معايا. وانا بحبكم يا اهل الجزائر، تحيا الجزائر باهلها، تحيا الجزائر باهلها وبناسها. بس كده يا جماعة، قولولنا في التعليقات هل انتم سامحين احمد ويحيى ام لا؟ سؤالك الثاني، تطلع للتغيرات. انا نقدر نراهن معكم رهان مقبول، ما فيش الربا، مباح، يجوز، حلال، ولا نراهن معكم باللي الصيف راه وصل، نخرجوا من الصيف وتلقاو البلاد تمشي كيما راهي تمشي درك. ما كان تغيير على مستوى المؤسسات، ما كان مانيش عارف واش يتسنى الناس، وقالك هادي راهم يطيبوا. قلتي محللين مع احترامي لهم، هم في حاجه الى تحيين التحليل. قلتي العبد الضعيف ما كانش موجود، الحمد لله ما كانش موجود. يا كان الجزائر مربوطه بشخص ولا زوج ولا 10 يخلط عليها. كي تقني في قضايا تاع الخارج، اول الرصيد الاول والثقيل هو الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفرق جوا بوكو دي جوين دي او يحيى او يحيى او يحيى. لا اخويا، مو جو سوي ني او يحيى ني او يحيو. مو جو سوي قلعي عبد القادر دوريجين ماروكان. جو سوي ني اون الجيري ابو صفر. بوصفر جزائر. اخوتي دور. كان بوصفر عين طورك مرزل كبير ابريكان وهر. وز كنت في كومبيتاس، كنت في ارزوز، كنت في ريزي شالام. كنت كيقولوا في الحمريز، كنت فوالا. انا يا مغربي، انا يا جو سوي ماروكان، جو نسوي ني او يحيى ويحيى ويحيى. مو جو في سكو جو بو، راني نعطيكم في الحديث سيتو مو جو با. وراو يقولوا كاين 70 كوم دي غوتو باراي نو فو ترومبي با. وخوتي عاود هادو اللي كتبوا لي، اسمحوا لي، اللي كتبوا لي بالعربيه، انا ما قاريش العربيه، ما نعرفش العربية وما قاريش العربية، سمحوا لي، ديري فوناتيك ولا ديرو بفرنسي. العربية راه ما عادش نقراها وما نفهم لكمش، سمحوا لي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وفاة أحمد أويحيى، يعتبر أحمد أويحيى من الشخصيات السياسية البارزة والمشهورة في الجمهورية الجزائرية والوطن العربي كله، حيث حقق العديد من الإنجازات في مسيرته السياسية وتولى على إثرها عدة مناصب وصولا إلى منصب الوزير الأول في الجزائر، كما وعمل في منصب رئيس الحكومة الجزائرية في عام 2017 ميلادي، وكسر البحث عنه في الساعات الماضية بعد انتشار خبر وفاته. وسوف نتعرف إياكم اليوم على حقيقة وفاة أحمد أويحيى، وهل هو حقيقة أم لا؟ ولكن شاهدوا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل كاملة. من هو أحمد أويحيى؟ أحمد أويحيى هو سياسي ودبلوماسي جزائري الجنسية، ولد في ولاية تيزوزو وتحديدا في دائرة أبو درارن في الثاني من شهر يوليو في عام 1952 ميلادي، ويبلغ من العمر 70 عاما. عين في منصب وزير العدل الجزائري في عام 1999 ميلادي، وممثل رئيس الجمهورية في عام 2002 ميلادي، وكان آخر المناصب التي تقلدها الوزير الأول للجزائر 2017 إلى 2019 ميلادي. حقيقة وفاة أحمد أويحيى. انتشر خبر وفاة أحمد أويحيى الوزير الجزائري السابق في الأيام القليلة الماضية في السجن، وأحدث حالة من الصدمة والحزن في الشوارع الجزائرية على خلفية إنجازاته الكبيرة التي حققها في المناصب المختلفة التي تقلدها وتعرضت خلال فترة قضاء عقوبته في السجن إلى تدهور في حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج ونقله إلى قسم العناية المركزة، ولكن دون جدوى، وأعلن عن وفاته بسقطة قلبية. سبب سجن أحمد أويحيى. اعتقل الوزير الجزائري السابق أحمد أويحيى ومدير ديوان الرئاسة ورئيس الحكومة الجزائرية على خلفية قضايا الفساد المنسوبة إليه في فترة توليه منصب وزير، وحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ومن أهم التهم هي المحسوبية والفساد واستغلال منصب في قطاع تجميع السيارات والتمويل في فترة الانتخابات التي تخص الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، وتعرض إلى أزمة قلبية حادة أثناء فترة قضاء محكوميته في السجن أدت إلى وفاته على الفور. يعتبر أحمد أويحيى من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في الجمهورية الجزائرية، فقد تولى عدة مناصب منها منصب وزير الجزائر الأول في عام 2017 ميلادي في فترة بوتفليقة. ويعتبر أويحيى من الشخصيات التي احتلت الرأي العام في الجزائر مرات عديدة بعد اتهامه بتبديد المال العام واستغلال منصبه. هذا أدى به إلى المحاكمة والسجن. وصفه نشطاء جزائريون بأنه رجل المهمة القذرة. يشار إلى أنه يقبع الآن في سجن بالدولة الجزائرية على خلفية الاتهامات المذكورة عليه.
وكان آخر ظهور له على شاشة التلفزيون يوم وفاة أخوه الأصغر، عندما خرج ويحيى من السجن ليحضر مراسم دفن شقيقه في 21 يونيو 2021، بينما كان مقيد اليدين ويرافقه حراسة أمنية مشددة. وبعد الجدل الذي دار على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة وفاة أحمد ويحيى، نوضح لك أنه لا صحة لهذه الشائعات المنتشرة، ونقول لك أنه بحالة صحية حرجة نتيجة إصابته بمرض السرطان. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.